السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأحباء، طلاب الصف الثاني. درسنا اليوم يا ثاني عن الجمع مع إعادة التجميع الجزء الثاني. سنتعلم في هذا الدرس طلاب الأحباء كيف نجمع عددين عموديا أو أفقيا مع إعادة التجميع العشرات. لو كان لدينا هذه المسألة، لدى هبة 186 خرزة واشترت 172 خرزة أخرى، فكم خرزة صار لديها؟ حتى نجمع دعونا الآن نأخذ هذه المسألة. لجمع العددين 251 مع 367 علي أن أعيد تجميع العشرات، وذلك تجميع كل عشرة في العشرات لتصبح 100 في المئات، ونجمع عموديا أو أفقيا. فإننا إذا جمعنا 6 عشرات مع 5 عشرات يصبح لدينا 10 عشرات نضيفها كواحد زائدة بالمئات بطريقتين. الطريقة الأولى الجمع عموديا، في البداية نجمع الآحاد، 7 زائد 1 يعطينا 8، ثم نجمع العشرات، 6 زائد 5 يعطينا 11، وواحد نضعها في منزلة العشرات فوق المئات، واحد نضعها في منزلة العشرات والواحد الآخر يضعه فوق منزلة المئات، نضع واحد ثم نجمع المئات، 1 زائد 3 زائد 2 يعطينا 6. الطريقة الثانية وهي الجمع أفقيا، في البداية سنجمع الأحد، 7 زائد 1 يساوي 8، وضعها في منزلة الأحد، ثم نجمع العشرات، 6 زائد 5 يعطينا 11، 1 بمنزلة العشرات وواحد بمنزلة المئات فوق منزلة المئات. أخيرا نجمع المئات، 1 زائد 3 زائد 2 يعطينا 6، فيكون الناتج 618. أحسنتم. دعونا ننتقل الآن إلى الشرح. متى أحتاج إلى إعادة تجميع العشرات عند جمع عددين؟ بداية سنجمع العددين 247 زائد 310. سنجمع الأحاد في البداية، 7 زائد 0 يساوي 7، ثم العشرات، 4 زائد 1 يساوي 5. أحسنتم. ثم أخيرا المئات، 2 زائد 3 يساوي 5، فالناتج سيكون 557. الآن دعونا ننتقل لمسألة أخرى، 263 زائد 685. نجمع الأحاد، 3 زائد 5 يعطينا 8. الآن دعونا ننتقل إلى العشرات، 6 زائد 8 يساوي 14. نضع 4 في منزلة العشرات، وباليد 1 نضع 1 في منزلة المئات، 1 زائد 2 زائد 6 يعطينا 9، فيكون الناتج 948. مثال آخر، دعونا ننتقل لمثال آخر. في هذا المثال سنعمل مع إعادة تجميع الأحاد والعشرات بنفس المسألة، 464 زائد 256. بداية سنجمع الأحد، 4 زائد 6 يعطينا 10، نضع 0 في الأحد ونرفع باليد 1 فوق منزلة العشرات. الآن نجمع 1 زائد 6 زائد 5 يعطينا 12، نضع 2 في منزلة العشرات ونرفع 1 في منزلة فوق منزلة المئات، 1 زائد 4 زائد 2 يعطينا 7. إلى هنا طلاب الأحباء نكون انتهينا من درسنا الجمع مع إعادة التجميع الجزء الثاني. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم طلاب الأحباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.